في ايه تاني ممكن نعرفه في الفيس؟ قالك في حاجة اسمها المورفولوجي او الفيسيز. يعني ايه؟ يعني في توليفة ملامح كده بتيجي مع بعض في حالات صحية معينة. توليفة الملامح دي لو شفتها مع بعض في عيان وهو داخل كده، هو مش محتاج يقول لك انا عندي مرض اسمه كذا، انت خلاص عرفت. تمام. اشهرها مين؟ اشهرها بيشنت الاكروماجالي. الاكروماجالي اللي هو زيادة الجروث هرمون بعد البيوبرتي، فالبون بيبتدي عرض البون نفسه يزيد، فهتلاقي كل البوني بروسيسز تخنت. يعني هتلاقي سوبرا اوربيتال ريدج، زيجماتيك ارتش، الماندبل كبر، وبالتالي السنان ابتدت تفصل عن بعض ويحصل سبيسنج. السوفت تيشو كمان هتلاقيه كبر، سواء نوز او اللبس او الاير، كل ده هيكون البيشنت وهو داخل انت خلاص عرفت ان هو اكروماجاليك، وانت مش محتاج تسال هيستوري. او يعني انت ماشي هتسال طبعا في الهيستوري، بس يعني على فكره بقى هو اصلا دايجنوزد ولا لا، هو مستوعب ولا لا، لان معظم يعني في بيشنتس اكروماجالي كتير ما بيكونوش يعني بما ان التغيرات بتحصل بالتدريج فهو ما بيحسش قوي ان هو عنده مشكله يعني. فانت ممكن انت اللي تخليه يركز ان هو عنده مشكله ويروح لدكتور اندوكرينولوجي يشوف، او دكتور بقى يعني ايا كان يعالج الموضوع. او لو هو متشخص طب تبتدي تسال بقى على المانجمنت، يعني هو كنترولد ولا لا، او الدنيا تمام ولا لا. ده بالنسبه للبيشنت الاكروماجالي. في حاجه تانية اندوكراين بتاثر على شكل الفيس اللي هو الكورتيزون. نسبه الكورتيزون او الستيرويدز لما تكون زياده في جسمنا بتغير الفات ديستريبيوشن، وبالتالي بتزود قوي الفات ديستريبيوشن في الفيس، فتلاقي الفيس مهما كان البيشنت شكله كان ايه وتدويره وشه شكلها ايه، بيتحول لوش مدور بشكل صريح يعني، فبيسموه مون فيس، كانه فول مون يعني قمر بدر يعني. فالمون فيس ده بيحصل في حالات ان الكورتيزون زياده قوي في جسمنا، زياده احنا بناخد كورتيزون ادويه او بصوره زياده يعني، او انه الادرينال جلاند بقت بتطلع كورتيزون كتير. ده بالنسبة للبيشنت. وفي ناس من الغباء الكافي يعني، انا اسفع كلمة، بس في ناس من الغباء الكافي انها بنات يعني تاخد كورتيزون عشان وشها يدور ويحمر ويبقى جميل كده، ما علينا يعني. طيب في حاجة اندوكراين تانية بتأثر على الوش، هي مش هتأثر قوي 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 يعني، مش على الوش بس هي بتأثر مينلي على الجسم كله، الهايبرثايرويدزم. طب الهايبرثايرويدزم البيشنت اتفقنا انه في الايز كان ممكن نشوف فيها اكسوثالمس، البيشنت هيبقى وشه محمر قوي بعرقان قوي، هو ما بيستحملش الحر، ممكن يكون عنده تريمرز، دي حاجات بنشوفها مميزه في عيان الهايبرثايرويدزم. طيب طبعا كل حاجه من دول ليها انديكيشنز في المانجمنت بتاعتها. خلاص انا عرفت ان هو اكروماجالي، خلاص هتعمل عادي بقى؟ لا ما بتعملش عادي، ما هو انا عرفت بقى يعني عرفت وبعدين كسبنا صلاه النبي يعني. لا حضرتك عرفت، فانت دي الخطوه الاولانيه ان انت تعرف، الخطوه الثانيه ان انت تمانج بقى البيشنت اكوردنج تو ذير ميديكال كونديشنز. طيب احنا قلنا كده ثلاثه اندوكراين ديزيزز، الاكروماجالي في الاكروماجالي الاكروماتيك فيس يعني، والمون فيس، والهايبرثايرويد فيس. في فيس ثالث رابع حاجه بقى ملهاش دعوه بالاندوكراين ديزيزز، ده بكتيريال انفكشن البيبي بياخده من مامته وهو بيتولد، اللي هو السيفلس. بيشنت الكونجنتال سيفلس، الام عندها سيفلس والولد وهو بيتولد جاله او اتنقل له السيفلس منها. ايه الغريب اللي احنا شايفينه في الولد ده؟ شايفين عينه دي شكلها فيها مشكله، هو مبيضه شويه، ممكن ما بيكونش بيشوف فيها كويس، دي بيسموها انترستيشال كيراتايتس. مناخيره واخده كيرف كده فبيسموها سادل نوز، وفي زي سكارين كده عند الانجل اوف ذا ماوث بيسموها راجيتس. طيب دي شكل بيشنت الكونجنتال سيفلس. طيب في فيسز تانية احنا محتاجين نعرفها. في patient النفروتك فيس، احنا قلنا من شوية واحنا بنتكلم على الإديمة احنا هنتكلم على الكيدني في لقطة لسه جاية، اللي هو اتكلمنا برضو على الفيشيال إديمة. بس هنا بقى احنا مش بنتكلم على acute nephritis، احنا بنتكلم ان البيشنت خلاص دخل في رينال فيلير. احنا شايفين بنوتة شكلها ما شاء الله كان كيوت ازاي، شوف وشها بقى عامل ازاي، انت بقى وشها بقى منفخ خالص، هي الكيدني مش قادرة تتصرف في المية كفاية، ففي إديمة everywhere، وفي الفيس بقى في إديمة عنيفة وانيميا عنيفة، هتلاقيها بيل والوش كله بافي والايليدز بقت باجي يعني محوشة مية كتير. ده patient الكيدني فيلير. في patient بقى احنا كلنا فاميليير مع شكله، اللي هو الطفل اللي اتولد بداونز سيندروم. ايه داونز سيندروم ده؟ اللي هو
كل الكروموزومز المفروض 2 كوبيز، هو عنده فيه كروموزوم منه 3 كوبيز اللي هو كروموزوم 21، وعشان كده بيسموها ترايزومي 21 اللي هو بيدي داون سيندروم او اللي هم كانوا زمان بيسموه المونغوليزم يعني. طيب بيشنت المونغولويد فيس ده مشهور ومميز جدا، الولد بيبقى عينيه سلانتنج وعنده ليفل سم ليفل اوف منتال ريتارديشن، شعره خفيف شويه وبرود نوز، واللي يهمنا بقى ان هو عنده لارج بروترودنج تونج. في مين تاني الادينويد فيس بقى ده بقى احنا بنقابله كتير جدا فاحنا محتاجين نركز فيه لان هو بيفرق معنا في حاجات كتير. الادينويد ده دي برضو احنا هنتكلم ايه هي الادينويدز في فقرة اتية يعني. الادينويدز دي جزء من الليمفاتيك تيشو ومكانها ورا في النوز، فلما بتبقى كبيرة شوية بتقفل شوية الاير واي بحيث ان الهواء وهو داخل وهو خارج ممكن يصفر شوية، وبالذات لو البيشنت نايم اللي هو بيسموه الشخير يعني. طيب بيفرق معنا ايه؟ بتفرق معنا ان هي لو كبيرة شوية الادينويد، لو كبيرة شوية البيشنت ممكن نفسه ما يبقاش كويس قوي او ما يبقاش سهل ان هو يتنفس من مناخيره كويس، فيضطر ان هو يتنفس من بقه فيبقى ماوث بريذر. فحالات الماوث بريذر دي بقى بتفرق معانا جدا. مبدئيا هو مش عارف يتنفس كويس، فاتفقنا ان في سنورينج وقت السليبينج وبينش نوستريكس. الليبس بقى بقت ثيك، وبما ان دلوقتي النفس كله بقى جاي من الاورال كافيتي فهو محتاج الاورال كافيتي بيحصل لها ادابتيشن لانه هي بقت كانها نوز وماوث في نفس الوقت، فلازم حجم الاورال كافيتي يكبر شويه فبيحصل هاي فولت بالات، البالات بيبتدي يترفع شويتين وبالتالي الارتش بتاع السنان بيبقى نارو في شيبت والسنان بتبقى بروترودد، وطبعا بيبقى ماوث بريذر وعنده اوبن ماوث فبيبقى دراينس في الاورال كافيتي كمان. طبعا دي حاجه قصه مهمه جدا في الاورثو برضو، وعموما يعني في المانجمنت بتاع البيشنت ده لان هو ماوث بريذر فمش هيعرف يتنفس من مناخيره يعني وانت شغال. اخر فيس يهمنا نعرفه اللي هو مش هنشوفه قوي 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 يعني، بس في اوتو ايميون ديزيز بيخلي الفايبرس تيشو تكون بزياده في السكن وفي الماسلز، ودي بتخلي البيشنت مش عارف يحرك وشه او يعني عموما بيبقى كانه متصلب كده، فبيسموها سكليرودرما فيس. البيشنت بيبقى ماسكت فيس، هو مش عارف يحرك وشه ومش عارف حتى ممكن يفتح بقه كويس. البيشنت ده بيبقى اكسبريشنليس فيس زي ما احنا متفقين، كانه كده ايه صوره يعني مش هيعرف يعني كانه متجبس كده مش عارف يتحرك. طيب